من طهران معي مراسلة أخبار الآن علا مسعودي. علا مساء الخير. إذا نتحدث اليوم عن نصر للمعتدلين وانتكاسة للمتشددين وللحرس الثوري ربما، الأجواء. مساء النور ميسون. نحن من خلال مشاهداتنا وخروجنا اليوم إلى الشارع الإيراني لقد لاحظنا هناك احتفالات كبيرة، لكن الاحتفالات لم تكن بسبب فوز الرئيس روحاني، أو الإيرانيون لم يخرجوا لفوز الرئيس روحاني فحسب، بل إنهم خرجوا ليكرروا مطالبهم، ليؤكدوا على مشروعية حقوقهم. طبعا ذكرت الكثير من المطالب في هذه الاحتفالات والتي وعد بها السيد حسن روحاني. هنا نريد أن نذكر أن هذه الـ 24 مليون التي خرجت للإدلاء بأصواتها ولتقول أن حسن روحاني يجب أن يكون هو رئيس جمهوري لم تكن بسبب فقط تحصيل حاصل، بل كانت تريد أن تطلب من حسن روحاني مواصلة الدرب وإكمال مشوارها. قد أكد المتظاهرون الذين أعلنوا احتفالهم وأيضا قالوا بأننا نريد مزيد من العلاقات الإيجابية، ترطيب الأجواء مع الدول العالمية العربية، الجوار مع الجميع، نريد الهدنة، نريد المصالحة مع الكل، إضافة إلى أنهم شددوا على أهمية الاهتمام بالشباب، الاهتمام بالحريات التي قد تكبل في بعض الأحيان. أيضا هناك مطالبات أخرى، مطالبات عديدة كتوفير فرص عمل للشباب، وأيضا المزيد من الاهتمام بالطبقات الضعيفة وسواها. لذا كان نستطيع أن نقول الهدف هدفين، الأول الاحتفال، الثاني المطالبة بتحقيق المطالب. أما بالنسبة للسيد حسن روحاني فقد غرد قائلا: أيها الشعب الإيراني، أنتم من فاز بالانتخاب وأنا بالانتخابات، وأنا أنحني لكم بخضوع، وأيضا سأكون معكم على العهد. أيضا في خلال خطاب ألقاه في إثر طيب انطلاقا من مقاله بأنه أنتم، يقول للشعب أنتم الذين فزتم، إلى أي درجة الشعب الإيراني يتحدث فعلا عن هذا الواقع، بأنه بالنهاية فوز روحاني بالولاية الأولى، يعني يتحدثون عن خبرة مش بس عن شعارات، أدى إلى فوزهم، إلى تحسين وضعهم الاقتصادي بعد رفع العقوبات؟ نعم، هناك نتائج ملموسة. لا نستطيع أن نقول إيران أصبحت بأوضاع اقتصادية جيدة جدا، لكنها أصبحت أفضل من السابق. يعني النمو الاقتصادي الذي حصل، الذي شهدته إيران خلال السنوات الأربعة التي كان فيها الرئيس روحاني رئيسا، هي 7%، وهذا هذا النمو الاقتصادي هو يأتي يعني يؤخذ بعين الاعتبار، إضافة إلى دخول الشركات الأجنبية، إضافة إلى العقود المبرمة بين إيران والدول. هناك المزيد، هناك الكثير من المطالبات. الإيرانيون يقولون أنه بدأ الطريق، بدأ المشوار، لا بد أن يكمل لكي نرى ماذا سيفعل خلال، خاصة رغم كل الصعوبات ونعطيه الفرصة مجددا، والضغوطات الداخلية. يعني لا ننسى الضغوطات الداخلية على روحاني ومن له الكلمة الفاصل، تأثير الحرس الثوري، مؤسسات مهمة جدا. يعني رغم كل هذه التحديات تمكن من إنجاز ما أنجزه بالولاية الأولى. إلى أي درجة الشارع اليوم كان يخاف؟ يعني في ثمة انتخابات دائما يقولون بأنه الهدف الأساسي من الناخب بأن يرفض الشخص الآخر، يعني مش 100% لأن ينتخب ويصوت نعم لي أحد المرشحين، بأن يرفض رفض المتشددين اليوم كان ممثلهم في هذه الانتخابات رئيسي. إلى أي درجة كان مهما بالنسبة للناخب؟ نعم، بالنسبة للتيار الآخر أو التيار المحافظ، كما يبدو أن هناك قبولا لنتائج الانتخابات، بما أن قد هنأوا الرئيس روحاني بفوزه، فهذا يعتبر قبولا بكونه رئيسا منتخبا من قبل الشعب الإيراني. نعم. طيب شكرا لك على كل هذه المعلومات. مراسلتنا من طهران مراسلة أخبار الآن علا مسعودي، شكرا علا.